يبدأ نمو دماغ الجنين بعد نحو 15 يوما من عملية الإخصاب، أي بعد أسبوعين من الحمل خلال الأسبوع الأول من عمر الجنين، وتبدأ أجزاء المخ الأكثر تعقيدا بالتكون في الأسبوع السادس من الحمل، هو ما يعادل الأسبوع الرابع من عمر الجنين. يستمر نمو دماغ الجنين حيث يصل حجم الدماغ في هذه المرحلة لما يقرب من نصف حجم جسمه، ثم يزداد نمو رأسه وتبدأ عظام الجمجمة في النمو. يستمر نمو دماغ الجنين حتى يكتمل النمو بشكل نهائي بحلول الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل، أي بعد إتمام الشهر الثامن وبداية الشهر التاسع. وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها من قبل الحامل لتحفيز عملية نمو دماغ الجنين وتطوره بشكل مناسب. يجب الحرص على الحفاظ على حرارة الجسم باستمرار طوال الحمل، والسبب أن أي ارتفاع في الحرارة قد يؤثر بالسلب على مخ الجنين، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن ارتفاع حرارة الجسم في أول ثلاثة أشهر من الحمل يعمل على حدوث مشكلات في دماغ الجنين أثناء عملية الولادة. لذلك يجب على الحامل ألا تزيد حرارة جسمها عن 37 درجة مئوية، وذلك باستمرار، وإذا حدث أي ارتفاع يجب الذهاب إلى الطبيب فورا. كما يجب على الحامل اتباع النظام الغذائي السليم، فيتأثر نمو دماغ الجنين بالنظام الغذائي بشكل مباشر، فقد كشفت الدراسات إمكانية تحفيز نمو دماغ الجنين أثناء الحمل باتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على البروتينات والفيتامينات والألياف والأحماض الدهنية وتناول المكسرات خصوصا الجوز، والاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك، وهو نوع من أنواع فيتامين ب، والذي يعد مهما لنمو دماغ الجنين. ينصح الكثير من الأطباء الحامل بالابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الزئبق والذي يصنف من المواد السامة، بالتالي سوف يتسبب في أضرار جسيمة على دماغ الجنين، منها بعض أنواع الأسماك مثل التونة والمكريل والنشويات والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة. كما يجب على الحامل ممارسة الرياضة الخفيفة، حيث تساعد هذه الرياضات في زيادة عملية نضج دماغ الجنين وتعزز من قدراته العقلية، فإن ممارسة الحامل للرياضة لمدة تتراوح من 15 إلى 25 دقيقة بشكل متواصل 3 مرات في الأسبوع تعمل على تحفيز نمو دماغ الجنين بصورة ملحوظة، هذا بعد إجراء عدة تجارب على أكثر من سيدة حامل. كما يجب أيضا التخلص من العادات اليومية السيئة، فكل ما نفعله أو نأكله في يومنا يؤثر بشكل كبير على الجنين خصوصا دماغه، مثل التدخين وتناول الأدوية دون استشارة الطبيب. كل هذه العادات يجب التخلص منها فورا حتى ينمو دماغ طفلك بشكل سليم وصحي.